فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. منه قوله تعالى في هذه الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا فيه دليل على أن الرسل يتفاضلون، وأن بعضهم أفضل من بعض بلا شك، وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل. الرسل بعضهم أفضل من بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ميزه الله بأن الله كلمه مباشرة بدون واسطة، وأما بقية الرسل فإنه يوحي إليهم بواسطة الملك. فهذه خصيصة لموسى عليه السلام، أن الله كلمه بدون واسطة، وسمع موسى كلامه، سمع موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل. هذه مرتبة لم ينلها إلا موسى عليه السلام. فهذا دليل على أن الرسل يتفاضلون فيما بينهم، ولكن ليس معنى هذا أننا نتنقص المفضول، وإنما نذكر التفضيل من باب التحدث بنعمة الله عز وجل دون أن نتنقص المفضول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، بمعنى لا تفاضلوا بينهم مفاضلة تحمل على تنقص المفضول. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ومع هذا قال: لا تفضلوني على يونس، لأن إذا كان هذا من باب تنقيص المفضول فهو لا يجوز. أما إن كان من باب التحدث بنعمة الله وبيان الواقع، وأن الرسل يتفاضلون، وأن المؤمنين يتفاضلون، وأن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، فهذا شيء واقع، لكن لا يحمل هذا على تنقص المفضول والمفاخرة، بالفاضل، إن هذا شيء لا يجوز. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذا مما فضل الله به عيسى بن مريم عليه السلام، أنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الله أيده بجبريل بروح القدس، وأنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هذه من خصائص عيسى عليه الصلاة والسلام.